طبعاً أمال أنا لازم أجي من امبارح. شايف حضرتك إن صوتك هيفرق؟ هو اللي طلع مصر من الموقف اللي احنا فيه دوت. هو الإرهاب الوحيد اللي قال الحقيقة على البلد وخاف على الناس وخاف على البلد. فان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقه بامر الله ويبعد عنه كل حاجه وحشه. هو نجح دايما ان شاء الله بينا والوحيد اللي هو نجح بينا على البلد. ربنا اللي شايفه هو هيقول ان شاء الله ان شاء الله. يا رب تكمل النهارده المنظر مشرف للعالم كله وبيبين ان المصري ها وحضرته 7000 سنه يقدر يعمل ويجدد وربنا يولي من يصلح وكلكم تنزلوا ها اختاروا اللي انتم عايزينه بس اهم حاجه تنزلوا عشان تبينوا ان ولا في زفت انقلاب ولا في حاجه. ده راي شعب. خفت مين؟ انت خفت مين؟ طب ليه انت خفت سيسي؟ تمام. لكن على الانتخابية الدنيا ماشية كويس ولا في تسهيلات في الدخول؟ كده طلع الفريسي المشير السيسي بس احنا كلنا بنحب مصر. كلمة بقى توجهيها للناس اللي ما شاركتش او اللي هي بتفكر تشارك او لا. طب ورايك ايه عن الكلام اللي بيقول ان العمليه محسومه وان انا لقيت